أخي، بالنسبة للمناطق اللي تهجرت واللي صار فيها انتفاقات روسيا والنظام سوى اتفاقية معهم، آخر شيء ليك بدرعا شو صار، خزلوهم وآخر شيء بده يهجروهم ويطالعوا الشباب ويطالعوا كل الناس من أهالي درعا. هلأ بالنسبة لأهل تلبيسي، أهلنا أهل حمص، نفس الشيء راح يصير معهم. يعني آخر شيء الاتفاق راح يصير إنه راح يهجروا الشباب من هذيك المنطقة للمناطق المحررة، وهذا اللي صار. يعني ما له لا ميثاق ولا ميعاد، لا الروسي ولا النظام. بالنسبة للتسويات، أنا يعني بالنسبة لنا نحن أهل حمص، يعني هلا هاي أقرب مثال، هذا أهل درعا، يعني أقرب مثال أهل درعا عملوا تسوية، وبعد التسوية ليك هجر الشباب وصار قصف المناطق. وبالنسبة لنا إحنا أهل حمص، يعني نفس الشيء، يعني أهل تلبيسي، أهل الرستان، يعني كمان إذا صار تسوية هالشيء هذا، يعني كمان النظام الروسي راح يهجر الشباب، راح يدمر المناطق، راح يقصف المناطق. يعني هذا نظام شبيح، نظام ما له لا عهد ولا ميثاق، وإحنا بالنسبة لنا أهل حمص يعني ضد هالشيء هذا. ضامن الروسي لا راح يتركك بدرعا ولا راح يتركك بتلبيسه، يعني مثل ما شفنا خرق الاتفاق بدرعا راح يخترقوها بتلبيسه، يعني ما راح يتركوك بحالك، راح يتركوك سنه وبعدين اخر شيء بده يقتحموا عليك. اذا ما اتبعتهم، اذا ما اتبعت نظامهم، ما راح يتركوك. اللي صار بدرعا بده يصير بحمص. العهد، النظام ما له عهد،